مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره اخرى، بنبدا مع حضراتكم اولى تقاريرنا. الحقيقه الخبر اللي معايا، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع اكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بميدان قوس النصر بالعاصمه باريس، حيث اقيمت المراسم العسكريه الرسميه لسيادته وعزف السلام الوطني للبلدين. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس مع رئيس وزراء فرنسا، وذلك بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في عدة مجالات خاصة في المشروعات التنموية الكبرى والخدمات والطاقة والنقل والتعليم والصحة والثقافة والآثار والسياحة، فضلا عن التعاون المشترك المتشعب في المجال العسكري والأمني. مشاهدينا اسمحونا نطلع نشوف تقرير عن هذا الخبر ونرجع نكمل أخبارنا، خليكم معنا. في مستهل اليوم الثالث لزيارة سيادته لفرنسا، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بميدان قوس النصر بالعاصمة باريس، حيث أقيمت المراسم العسكرية الرسمية لسيادته وعزف السلام الوطني للبلدين. كما أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء صحفيا مع جريدة لو فيجارو الفرنسية. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جان كاستكس رئيس وزراء فرنسا، وذلك بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية.
اللقاء تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في عدة مجالات، خاصة في المشروعات التنموية الكبرى والخدمات والطاقة والنقل والتعليم والصحة والثقافة والآثار والسياحة، فضلا عن التعاون المشترك المتشعب في المجال العسكري والأمني. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأزمتين الليبية والسورية وكذلك القضية الفلسطينية، حيث توافق الجانبان على ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية ولشغل الفراغ الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره اخرى، والحقيقه معانا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل اكتر. مراكز تجميع الالبان تحظى باهتمام كبير من جانب الدوله، ووجه السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي بالمتابعه المستمره لانشاء وتطوير ورفع كفاءه مراكز تجميع الالبان طبقا للمواصفات القياسيه. يعني اسمحوا لنا نعرف تفاصيل اكتر. مشاهدينا معانا على الهاتف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والداجنه بوزاره الزراعه واستصلاح الاراضي. صباح الخير دكتور. وعشان أقدم طبعا سير لكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا دكتور. الحقيقة يعني حابين حضرتك في الأول يعني توضح لنا، يعني طبعا يعني وجه السيد الرئيس بتوجيه الدعم لمراكز تجميع الألبان، فما هي أوجه الدعم طبعا اللي بتقدم لهذا المركز؟ وعايزين برضو حضرتك توضح لنا يعني مراكز تجميع الألبان دي إيه دورها بالظبط؟ طبعا احنا بنقول إن مراكز تجميع الألبان تعتبر المنفذ التسويقي للإخوة الصغار المربي مشي اللبن ومنتجين الألبان، ودول يمتلكون تقريبا يمكن 80% من جملة ما لدينا من ثروة حيوانية ومشي الألبان، وبالتالي الاهتمام بمراكز تجميع الألبان ومنافسة التسويقية هو الحفاظ على الثروة الحيوانية والحفاظ على إنتاج الألبان، وخاصة إن احنا الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي من ألبان الشرب، بل نصدر ما يزيد عن احتياجاتنا من منتجات لبنية الكافة. احنا بصراحة كانت مراكز تجميع الألبان لغاية وقت قريب كانت تعمل بعيدا عن رقابة الوزارة وقائد الدولة، ولكن صدر القرار الوزاري في مطلع هذا العام المتعلق بتنظيم إصدار تراخيص مراكز تجميع الألبان طبقا لكافة ضوابط واشتراطات صحة وسلامة الغذاء، وتم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي، وتم استثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشرط والشكل القانوني للإقراض والتمويل. كمان القيادة السياسية اهتمت اهتمام غير مسبوق بصراحة بمراكز تجميع الألبان، والاهتمام بمراكز تجميع الألبان بل الإطلاق عليها المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان هو اهتمام بعدة قطاعات. بالتالي مراكز تجميع الألبان هي معاها اهتمام بتحسين وراثي، اهتمام برعاية بيطرية وصحية، اهتمام بتغذية وإدارة الحيوان بالشكل السليم، اهتمام بعملية الحليب ونقل ثقافة الحلب الآلي وتوزيع الآلات الحلب الآلي المتنقلة أو النقالة على الإخوة الصغار مربي ماشي في اللبن. عملية الحلب نفسها تتم بشكل سليم، ويتم نقل اللبن بسرعة في وقت قصير من مكان الحلب إلى مكان مركز تجميع الألبان، وفي أواني وسائل لا تتفاعل مع الألبان ولا تسبب أي تلوث للألبان، ثم التبريد السريع وحفظ الألبان، وبالتالي الحصول على ألبان على جودة سواء كان الاستهلاك للطازج المباشر أو كان للتصنيع أو كان للتصدير. وبالتالي كمان وزارة الزراعة لأول مرة بتنشئ 10 مراكز تجميع ألبان نموذجية في الأماكن التي يتمركز فيها الثروة الحيوانية وصغار ماشية اللبن،
وتفتقر الى وجود مراكز تجميع البذر. وزي ما بقول لحضرتك احنا نزلنا لجان من قبل وزاره الزراعه وعملت العديد من الدراسات الفنيه المستوفاه على مراكز تجميع البذر، سواء انشاء مراكز جديده لاول مره في الاماكن التي يزداد فيها اعداد الثروه الحيوانيه وماشيه اللبن ولا يوجد فيها مراكز لتجميع الالبان، او تطوير ورفع كفاءه مراكز تجميع الالبان الموجوده بالفعل لتعمل طبقا للمواصفات القياسيه العالميه. وبيتم بعد ذلك ارسال الملفات الى البنوك المموله لاستكمال الدراسات الائتمانيه. يمكن لاول مره برضو وزاره الانتاج الحربي بيتم تصنيع المعدات والالات اللازمه لمراكز تجميع الالبان صناعه وطنيه 100% باسعار اقل وجوده اعلى وضمان وصيانه افضل. تمام. طيب يعني هو طبعا الحقيقه يعني جهد مشكور طبعا يعني حضراتكم ما بتقوموا بيه، ولكن خليني برضو انا يعني معايا خبر ان تم التوصيه بانشاء مراكز نموذجيه تابعه للوزاره، يعني حابين برضو نعرف دورها يعني في تشجيع اقامه مشروعات ايضا تجميع الالبان، يعني لمن يرغب في الدخول في هذا المجال برضو حضرتك تنصحنا او تقول لنا ايه بالظبط؟ لان لما عملنا حصر للثروه الحيوانيه في يناير 2020 وتبين ان عدد مراكز تجميل الالبان تقريبا في حدود 826 على مستوى الجمهوريه، يمكن في 14 محافظه فقط و13 محافظه ما فيهاش مراكز خالص. وزي ما قلت لحضرتك في لدينا مناطق او مراكز في على مستوى الجمهوريه فيها اعداد كثيره من الثروه الحيوانيه ومن مشيه اللبن، وتفتقر الى وجود مراكز تجميع الالبان. واتفقنا ان مراكز تجميع الالبان هي المنفذ التسويقي لصغار مربي مشيه اللبن. وبالتالي وزاره الزراعه عزمت وقررت ان هي تنشئ 10 مراكز نموذجيه يكون نموذج يلتزم به في محافظه سوهاج، اسيوط، المنيا، جنوب سيناء، الفيوم، في البحيره الغربيه، كفر الشيخ، هيبقى في 10 مراكز في هذه المحافظات تابعين لوزاره الزراعه. زي ما بقول لحضرتك هتبقى طبقا للمواصفات القياسيه دي اللي هي بتبقى نماذج للاخوه اصحاب مراكز تجميع الالبان. واحنا برضو بالتوازي مغطيين الجمهوريه كلها بما فيها من مراكز تجميع البان عشان نشوف ان هي المفروض تعمل على طبق المواصفات القياسيه، ثم يتم طبعا الكلام ده بيتم بقرض، وقرض بسيط، وقرض 5% مع تبسيط وتيسير اجراءات التمويل طبقا لمبادره البنك المركزي بنسبه عائد 5% مع تبسيط اجراءات الاقراض والتمويل واستثناء اصحاب مراكز تجميع الالبان من الشكل القانوني. وعايز اقول كمان ان دي فرص تمويليه متاحه النهارده. لان احنا النهارده كمان ان فخامه الرئيس زي ما كلنا تابعنا لمراكز تجميع الالبان من اهميه، وحصولها على شهاده الجوده العالميه واللي هي بتكلف تقريبا 50,000 جنيه اللي شامله التدريب وشامله الاعداد لكل المراحل التي تؤهل الحصول على هذه الشهاده الجوده العالميه. وبالتالي هيبقى في مصاف هذا المركز الذي يحصل على شهاده الجوده العالميه هيكون لديه المقدره على التصدير، واكيد سعر بيعه هيختلف طبعا. وبالتالي اللي هي الشهاده بتتكلم 50,000 جنيه، فقامت الرئيس على الدوله اللي هتتحمل قيمه هذه الشهاده. اذا كل دي فرص موجوده النهارده، اخشى ان هي بكره تبقى فرص ضايعه. يعني هو طبعا زي ما يعني حضرتك اوضحت، طبعا انا بشكرك على هذه التفاصيل، وبرضه في الاول وفي الاخر طبعا ده جهد مشكور من حضراتكم طبعا، ودايما بنرى الافضل والافضل في الفتره اللي جايه ان شاء الله.
أنا بشكرك جدا الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا اسمحوا لنا ننتقل للتقرير اللي معانا بعد كده. ان استقبل السيد الرئيس رئيس مجموعة ايرباص العالمية وذلك بمقر اقامته بباريس، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان اللقاء شهد التباحث حول تطوير التعاون مع مجموعة ايرباص التي تمتلك خبرات عميقة في مجال الصناعات الجوية وكذلك العسكرية والدفاعية. خلونا مشاهدينا نطلع نشوف تقرير عن هذا الخبر ونرجع نكمل أخبارنا، خليكم معنا. يون فوري رئيس مجموعة إيرباص العالمية وذلك بمقر إقامة سيادته بباريس. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء شهد التباحث حول تطوير التعاون مع مجموعة إيرباص التي تمتلك خبرات عميقة في مجال الصناعات الجوية وكذلك العسكرية والدفاعية، حيث عبر السيد الرئيس عن تطلع مصر لمواصلة التعاون مع إيرباص لما لديها من خبرات وإمكانات كبيرة في هذا الصدد. من جانبه أكد رئيس مجموعة إيرباص تثمينه للتعاون مع مصر مع الحرص على دعم قدراتها وتلبية احتياجاتها في مجال صناعات الشركة، معربا عن الاعتزاز بلقاء السيد الرئيس احنا بنعمل عادات كتير غلط. ايه يا كيم؟ حد يكح في وش حد كده؟ ارمي المناديل دي يا علا في السلة، اغسل ايدك يا بودي قبل ما تاكل. سلامتك يا حاج، ينفع تنزل الشغل وانت حرارتك عالية كده؟ العادات الغلط ممكن تسبب عدوى لمرض زي الكورونا المستجد اللي هو كوفيد-19، وده مرض تنفسي معدي من اعراضه حرارة عالية مع الكحة او ضيق التنفس. عشان نحمي نفسنا منه لازم نغسل ايدينا دايما ونستخدم المناديل واحنا بنعطس او بنكح، ونرميها في سلة مقفولة، ونبعد عن اي شخص عنده الاعراض دي، وبلاش نلبس الكمامات لو احنا مش عيانين الا لو بنراعي حد عيان، وبلاش نصدق اي اشاعات او ننشرها، ودايما نرجع لوزارة الصحة والسكان او منظمة الصحة العالمية. ولو ظهرت عليك الاعراض اتصل على 105 او اذهب لمستشفى الحميات او مستشفى الصدر. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة والسكان 105 او 15335. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، والحقيقة أيضا معانا يعني خبر جميل برضو حابين نقوله لحضراتكم ونعرف عنه تفاصيل أكتر. إن صندوق النقد الدولي يشيد باقتصاد مصر والنمو الإيجابي رغم جائحة كورونا وفعالية ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المنفذ خلال الفترة من 2016 حتى 2019. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور رابح رتيب عميد كلية الحقوق ونائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق. صباح الخير دكتور. صباح الخير، أهلا يا أستاذ يوسف. أهلا بحياتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدينك بقى يعني إن شاء الله. أهلا بحياتك يا دكتور، كل سنة وحياتك طيب. طيب. الحقيقة طبعا هو ده يعني خبر جميل، ودايما لما بنسمع الأخبار الجميلة دي بنبقى فخورين جدا بالإنجاز اللي دايما بتعمله مصر والتطوير اللي دايما بتبقى متواجدة فيه، ولكن حابين حضرتك تدينا يعني ملامح يعني البرنامج الإصلاح الاقتصادي طبعا واللي أشاد به التقرير، وحابين برضو يعني ده انعكاسه على الاقتصاد المصري. الصوت يمكن مش واضح قوي يا أستاذ يوسف. هقول لحضرتك تاني، يعني حابين برضو نعرف من حضرتك ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي أشاد به صندوق النقد الدولي وإنعكاسه على قوة الاقتصاد في مصر. عاوز أقول بس في البداية يمكن للسادة المشاهدين وسعادتك أن صندوق النقد الدولي أساسا هو البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كانوا قد أنشئ في وفقا لاتفاقية بريتون وودز عام 1944 بعد كانت الحرب العالمية الثانية وما دمرته من حروب. كان البنك الدولي اللي هو البنك الإنشاء والتعمير كان من هدفه الرئيسي إعمار للدول التي دمرتها الحروب، ثم تطور إلى التنمية
ومساعدة الدول النامية. تمام. اما صندوق النقد الدولي فاساسه كان علشان خاطر التذبذب في اسعار الصرف، وكان يعني قام اساسا عشان خاطر استقرار العملة، العملات النقدية في البلاد، ثم يعطي قروض قصيرة الاجل وطويلة الاجل او متوسطة الاجل للدول التي في حاجة الى برامج اصلاح اقتصادي. الحقيقة مصر من ضمن الدول التي اتجهت الى صندوق النقد الدولي، وكان استجابته حاسمة وفورية عام 2016 حينما بدأنا مرحلة من الإصلاح الاقتصادي، الحمد لله، وكانت مرحلة ناجحة جدا جدا. الإصلاح الاقتصادي اللي تم منذ عام 2016 ومع برضو اتفاقية صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي برضو عشان سيادتك عارف والسادة المشاهدين، ما بيعطيش القروض للإصلاح لأي دولة إلا إذا تأكد أن هذه الدولة تسير في الطريق الصحيح وأنها تعمل بجد وبجدية نحو الإصلاح الاقتصادي. الحقيقة أتت ثمارها كويس قوي، وبرغم الظروف اللي احنا فيها زي ما سيادتك عارف كانت هذه الظروف يمكن على مستوى العالم كله أدت إلى كساد وأدت إلى يعني أثار غير مرضية بالنسبة للكثير من دول العالم، لكن بفضل الله والحمد لله كانت في مصر الأثار ليست لها أثر كبير جدا على مصر. بالعكس، في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الجائحة مصر حققت نمو اقتصادي. لو تقول والمؤسسات الدولية المالية الدولية الحقيقة أشادت بهذا، وده كان بفضل يعني عدة طبعا أسباب. أولا كان لوعي القيادة السياسية بما يجري من أمور طارئة في البلاد، وكانت الاستعدادات حقيقي كانت استعدادات رائعة. احنا مثلا كانت الإجراءات الاحترازية كويس قوي، الدولة اتخذت إجراءات كان كلها إجراءات مدروسة وأدت إلى أن احنا فعلا برغم هذه الظروف حدث نمو اقتصادي. أنا من ملامحه يعني سريعا اللي أنا أقول لحضرتك، اتفضل. برغم هذه الظروف أولا نجد أن الخدمات تسير بجدية وتسير الخدمات على أحسن وجه في البلاد، الإنشاءات التي تتم واللي كلنا شاهدناها وبنشهدها حاليا في على أرض الواقع، ودي كانت كلها بمتابعة قيادة الرئيس، كانت كل الإنشاءات اللي بتتم الحقيقة وبخطى يعني واثقة وبخطى وسريعة. لم نلحظ ان اي سلعة من السلع اختفت ولا سلعة كانت، او لم يشتكي مواطن مصري من ان هناك سلع غير موجودة، ولم يشتكي مواطن مصري ان بعض السلع حتى ارتفعت اسعارها. بالعكس. ايوه دكتور، ما حضرتك اتفضل. الاسعار لم ترتفع، السلع موجودة وكانت متوفرة، وبالذات السلع الغذائية اللي طبعا كان في ناس متخوفة كتير من هذا الموضوع، ولكن دايما كان القيادة بتطمنهم يعني. طبعا لا الحقيقة فده كلها كانت استقرار سعر الصرف عندنا مستقر جدا، بالعكس الجنيه قوته زادت امام العملات. مظبوط. العملات الاجنبية امام الجنيه المصري، ده كلها مؤشرات حقيقية. طبعا. ألو دكتور،
هو طبعا يعني زي ما حضرتك اوضحت هو يعني بس واحنا في الكلام حضرتك الاخير كان غالبا في حاجه في الشبكه، ولكن طبعا حضرتك يعني قلت تفاصيل مهمه جدا يعني حضرتك مشكور عليها، ودايما لما بيكون معانا هذه الاخبار الجميله زي ما قلت حضرتك في اول المداخله بنبقى فخورين جدا وبنتمنى المزيد اكتر واكتر في الفتره اللي جايه ان شاء الله. كل الشكر حضرتك الاستاذ الدكتور رابح رتيب عميد كليه الحقوق ونائب رئيس جامعه بني سويف الازبع بورسعيد، شكرا جزيلا. مشاهدينا ننتقل للتقرير اللي معانا بعد كده. اعلنت القوات المسلحه في بيان لها عن مقتل 40 تكفيريا شديد الخطوره في عمليات نوعيه بسيناء، ونجحت القوات الجويه في تدمير 437 وكرا ارهابيا ومخزنا للمواد المتفجره على الاتجاه الشمال الشرقي، وذلك في الفتره من اول سبتمبر وحتى الثامن من ديسمبر الجاري. خلونا نشوف تقرير عن هذا الخبر مشاهدينا ونرجع نكمل اخبارنا، فخليكم معنا. كما تم ضبط عدد مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره اخرى. الحقيقه معانا خبر مهم جدا يعني صدر، ولكن طبعا يعني حصل عليه كلام كتير جدا، والحقيقه في ناس كمان يعني حابه تعرف تفاصيل اكتر او حابه تفهمه اكتر. خلينا نقول لحضراتكم ان الثانويه العامه بنظام تراكمي على 3 سنوات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص الماده 28 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1980 والخاص بقواعد امتحانات الثانويه العامه. خلونا نفهم اكتر. معانا على الهاتف الدكتوره النائبه ماجده نصر عضو لجنه التعليم بمجلس النواب ونائب رئيس جامعة المنصورة سابقا. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، اهلا وسهلا. انا بحضرتك يا دكتور، يعني خليني اقول لحضرتك ولا يعني اخفي على حضرتك ان فعلا يعني القرار اللي صدر الحقيقة طبعا حصل لغط كتير جدا، وفي ناس كتير مش فاهمة الموضوع وفي ناس كتير بتتساءل، فحابين بقى يعني حضرتك يعني فرصة ان حضرتك معانا تفهمينا اكتر موضوع النظام التراكمي وايه هو النظام الجديد ده عشان مشاهدينا يبقوا على دراية اكتر. تمام. هو النظام ببساطة أولا يمكن أشار إليه الوزير من 3 سنوات إن عايز يحول الثانوية العامة من امتحان واحد على مستوى الجمهورية في 3 ثانوي إلى تراكمي، بمعنى سيعقد امتحانات على مدى 3 سنوات، ويمكن في المرة دي قال هيترك عدد الامتحانات، كان أشار قبل كده إنه 12 امتحان، لا قال إنه هو هيترك ده بعد موافقة على القانون لتحديد عدد المرات في 3 سنوات، يعني ممكن كل مادة يقسمها، ممكن مثلا خلال السنة الواحدة 3 امتحانات 4 امتحانات، يعني زي أعمال سنة وزي منتصف سنة وآخر السنة، يبقى عدد من الامتحانات على مدى 3 سنوات. بياخد بعد كده متوسط هذه الامتحانات، وبحيث أن يبقى فيه فرص كثيرة، هيحدد هياخد كام امتحان من هذه الامتحانات، وده هيبقى مجموع الثانوية العامة. طيب يعني النقطة يعني الهامة وفي الآخر خالص كله من 410 ده المجموع الكلي، بحيث ان هو يبقى فيه أكتر من فرصة للطالب. طيب دي أول يعني نقطة. النقطة الثانية اللي أشار إليها الوزير في قراره إن هذه المرات الكثيرة لأول الطالب اللي محددها الوزارة دي بتبقى مجانية. يمكن من النقاط اللي عملت برضو قلق إن في رسوم دراسية ستفرض على إعادة الامتحان. واحد عايز درجة من الدرجات في المادة معينة بعد كل هذه الامتحانات عايز يحسنها،
عايز يزود درجاتها. في الحالة دي بيتقدم لي فرصة أخرى ودي هتكون بمقابل مادي. يمكن في القانون الوزير أشار إن هي فيما لا يزيد عن 5000 جنيه. بعض الناس فهموا إن ممكن توصل ل5000 جنيه. الحقيقة السبب الرقم الكبير ده وأعتقد إن هو في البداية لن يطبق مثلا غير ممكن يحط 500 جنيه 1000 جنيه على الأكثر. لأن القانون مش كل يوم هنغيره وبالتالي حط حد أقصى فقط، لكن يعني ده ليس معناه أن الرسوم هتبقى في حدود هذا المبلغ. طيب. بل بالعكس ده ممكن تبتدي من رقم قليل، وده في حالة الطالب اللي عايز يحسن ويدخل للمرة مرة أخرى غير المرات المجانية اللي هي بتحددها الوزارة. طيب دكتور معلش أنا آسف يعني بس يعني هراجع بس مع حضرتك حاجة، النقطة الأولى علشان بس يعني نقفلها خالص. ده اللي أنا يعني اللي أنا فهمته من حضرتك إن دلوقتي الثانوية العامة مش هيبقى عبارة عن يعني أولى والتانية والتالتة، هتبقى مجموعة 3 سنوات فيها حوالي 12 مادة، الـ 12 مادة دول الطالب بيختار على مدار الثلاث سنوات كل سنة يختار مجموعة من المواد يمتحنها. امتحن مادة معلش يمكن أنا ما عبرتش بشكل صحيح. المواد زي ما هي، انا ما اعرفش عددهم كام، كل المواد المطروحه في ثانويه عامه زي ما هي. ولكن في كل ماده هيمتحن اكثر من مره خلال السنه. ماده زي مثلا العلوم، هذه الماده بيمتحن موجوده في اولى ثانوي وموجوده في ثانيه ثانوي مثلا وموجوده في ثالثه ثانوي. كل سنه هيحدد عدد من الامتحانات في نفس الماده. يعني العلوم دي هيبقى فيه امتحان في أول السنة، في نص السنة، في أعمال سنة، يعني ممكن يكون 4 امتحانات في خلال السنة الواحدة. على مدى 3 سنين ممكن يصلوا إلى 12 امتحان في نفس المادة، في مادة واحدة، في المادة الواحدة. فهيتاخد مثلا هيحسب منهم عدد معين، 6 مثلا من 12، بحيث إن لو في فرصة هو عمل وحش في امتحان لا هاخد الامتحان التاني. يعني عدد من الفرص، هيتم احتساب عدد محدود من المرات. كل ده مش هيذكر في القانون اكتر من ان هو تراكمي على الثلاث سنوات. بعد كده في الوزير هيحدد عدد مرات الامتحانات في كل سنة، وهياخد منهم كام امتحان بحيث ان يبقى فيه فرص واحد تعب في امتحان مش هيحسب، مش مهم يحسب، هياخد اعلى درجات في الحاجات اللي هو امتحان. دي كلمة التراكمي وكيفية تطبيقها. طيب يعني طب يعني حابين برضو، هو طبعا يعني اكيد الفترة اللي جاية يعني بعد كمان موافقة على القانون اكيد برضو هينزل بيه تفاصيل اكتر وهينزل بيه استفادة اكتر. اكيد القرارات اللي هي توضيحية هتبقى كتير، ويمكن الوزير حدد ان هو هيبقى في البرلمان القادم يعني بعد يناير هو اللي هيتم مناقشته. يعني هيعرض عليه بالتفصيل. برضو اشار ان علمي وادبي فقط، لسه هقول لحضرتك الموضوع ده. بالفعل هو اشار هتبقى علمي وادبي فقط، مش هيبقى في تفرعات اكتر من كده. النقطه الهامه اللي بتهم الجميع ان هو مش هيصبح حتى الامتحانات المتكرره ما هياش في نفس الوقت، مش زي ثانويه عامه كده في امتحان يبقى على مستوى الجمهوريه وفي جدول واحد، لا ده مختلف من مدرسة لمدرسة ومن محافظة لمحافظة. وامتحانات متكافئة، ما معنى امتحانات متكافئة؟ يعني في طريقة بتبقى من متخصصين بيضعوا امتحانات تبقى بنفس درجة السهولة والصعوبة، بحيث ان الامتحان ما هوش واحد لكن درجة السهولة والصعوبة واحدة. عشان ما يقولش حد مثلا انا امتحاني جه صعب لا الامتحان في المحافظه الثانيه جه سهل، لا دي طريقه معينه المتخصصين بيعرفوها بيحطوا امتحانات متكافئه. يعني ممكن يا دكتور محافظه يعني ممكن محافظه تبدا امتحانات والمحافظه اللي جنبيها لا. ايوه في مواعيد مختلفه تماما والامتحانات مختلفه. فدي طيب. نقطه برضو من الحاجات الجديده اللي هي غير موجوده حاليا. طيب لكن اتفضلي. يعني ده بشكل عام هو النظام اللي هيبقى القادم، وده هيبتدي من العام القادم للي داخل اولى ثانوي. برضو فرص النجاح يعني ان هو لو حد اثناء اولى ثانوي وثانيه ثانوي عايز يحسن ماده راسب حتى في اي عدد من المواد، مش زي مادتين يمكن دي وضحها في مداخله امس،
ان حاليا اللي بيسقط فيه اكتر من مادتين بيعيد السنه، ما فيش دي موجوده في النظام الجديد. في اولى وثانيه لو رصف في اي عدد من المواد بيحسنها وبيعيدها في السنه التي تليها اللي بعديها مع الجداد، لكن ثانوية عامة الاخيره خالص بقى اللي هي ثالثه ثانوي بيبقى له حق الفرصه ان هو يحسن او يعيد الماده اللي رصف فيها مره، وبعد كده كمان مرتين بنسميهم فرصة من الخارج، يعني ما بيبقاش بيحضر في المدارس ولا له علاقة زي المنتسب كده أو زي المنزلي له فرصتين تانيين لو سقط في آخر سنة. تمام. لكن يا دكتور احنا دلوقتي لسه ما زلنا على النظام القديم، النظام ده هيطبق السنة الجاية إن شاء الله، هيطبق على السنة الجاية للي داخل أولى سنة. طيب في سؤال برضو أزود حاجة بسيطة، ان الموضوع مش في النظام كده في الشكل فقط، لا طبعا في نوعية الأسئلة وطريقة الأسئلة المعتمدة على الفهم وفهم خالص، يعني يمكن أشار ان بعض امتحانات ممكن تبقى بالكتاب المفتوح الأوبن بوك، يعني ان هو ممكن يستعين بهذا ميسرة اكتر يعني. طيب اختم مع حضرتك يا دكتور، هل إن انا قلت لحضرتك ان السنة دي هيبقى نفس النظام القديم والموضوع النظام التراكمي الجديد ده هيبقى من السنة الجاية، طيب لا قدر الله حد السنة دي في ثالثة ثانوي ورسب ومفروض ان هو يعيد السنة، فالسنة الجاية هيخش مع النظام الجديد ولا لا القديم؟ على النظام القديم، اي طالب دخل على نظام بيتم تخريجه من المرحلة دي على نفس النظام، يعني هيفضل أكيد أكثر من سنة في نظام القديم مع النظام الجديد. تمام. يعني هو طبعا زي ما حضرتك اوضحتي، طبعا انا بشكر حضرتك على هذه التفاصيل المهمه والجميله والشرح اللي حضرتك قلتيه، واحنا طبعا منتظرين كمان يعني الفتره اللي جايه زي ما حضرتك اوضحتي ان الوزير هيتم الاعلان عن هذا، وكمان حضرتك قلت ان هو يبقى متواجد في مجلس النواب القادم يعني الجديد، وان شاء الله نعرف تفاصيل اكتر عنه. بشكرك جدا. بشكرك جدا الدكتوره النائبه ماجده نصر عضو لجنه التعليم بمجلس النواب ونائب رئيس جامعه المنصوره سابقا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع مع فقرة الصحافة اللي احنا بنناقش فيها المنشطات اليومية، بيسعدنا وبيشرفنا وبيحلل معانا الخبر النهاردة وجود الأستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي، فاسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع مع الصحافة، خليكم معنا.